هاي كتار من الناس بيصرفوا وقت ومصاري للعناية بحواجبهم، مع انه الأكثرية ما بتعرف سبب وجود الحواجب بالوجه وشو دورهم. الحواجب معمولين ليساعدونا نقشع وبيردوا الشتاء والعرق عن العيون. شكله المقوس بيخلي هالمي تنزل على جنب العين وما بتجي عليها. كل شخص عنده حوالي 250 شعرة بكل حاجب، والشخص يلي ما بيشيل حواجبه ممكن يوصل عدد الشعر فيهم ل 1100. العمر المتوسط لشعرة الحاجب هو 4 أشهر قبل ما توقع وتطلع شعرة جديدة. الحواجب مهمين للتعرف على الوجوه، ودراسات بتدل انه الناس صعب يميزوا الاشخاص بالصور اذا حواجبهم مخبيين. الحواجب بيساعدوا بالتعبير عن مشاعرنا، وكل ما بيعلى صوتنا بيعلى حواجبنا، والعكس صحيح. لما منتفاجأ الحواجب بيتحركوا بطريقة متشابهة ومتوازية، بينما لما منعبر بطريقة مقصودة كل حاجب بيتحرك بطريقة مختلفة عن التاني. الحواجب الكيرف بيدلوا على شخصية منفتحة، بينما الحواجب الجالسين بيدلوا على شخصية جدية ومنطقية. مين قال إنه حواجبنا بيحكوا إشياء كتيرة عنا أكتر من لساننا؟ أنا قال. شوفكم بكرة.